أهلا بكم. نبدأ مع آخر التطورات في غزة، حيث شنت إسرائيل في وقت مبكر اليوم هجمات مكثفة جوا وبرا على مدينة خان يونس في قطاع غزة، استعدادا لما قالت إنه مزيد من التوغل في المدينة الجنوبية الرئيسية. كما نفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مخيم منصيرات إلى جانب قصف جباليا ورفح بالمدفعية بشكل مكثف، وفق ما أعلنه التلفزيون الفلسطيني. وعلى وقع هذه الهجمات قتل صحفي فلسطيني مع عدد من أفراد عائلته في غارة جوية إسرائيلية على منزلهم في مخيم صيرات وسط غزة. وبهذا يرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي إلى 106 بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.